السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل والورد والحب والعشق والهوى والياسمين والقرنفل والزمرد وكل حاجة حلوة على عيون أحلى مشاهدين مشاهدي آخر النهار على شبكة تلفزيون النهار، حلقة يوم الخميس نهاية الأسبوع، الخميس الموافق 14 فبراير 2019 من الميلاد. حاضر، هكلمكم عن الفالنتاين وهكلمكم عن الحب والأحمر وكل حاجة انتوا عايزينها، بس خلوني الأول أكلمكم عن اللي مش مفهوم، اللي حالته غير مستقرة، بس كمان شكلي بقى وحش قدامكم قوي 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 قوي. الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية معانا على التليفون. مساء الخير يا دكتور احمد، مرحبتين بيك. كل يا مرحب مرحب اهلا مرحب. اهلا اهلا ليك. وحشه والله. وانت بتبيعني يا دكتور؟ نعم. بتبيعني ليه؟ انا اقدر. بتسلمني للناس على الهوا؟ اللي بتقول ايه؟ بتسلمني للناس على الهوا؟ لا اطلع بقالي يومين اقول لهم غطوا وشكوا وانبطحوا وعاصفه ترابيه لم تشهد البلاد مثيلا ومش عارف ايه، نصحى الصبح النهارده عايزين نروح مارينا نصيف. لا على فكره انا قلت ايه؟ قلت نشاط الرياح مثير ماله اتربه قد يصل الى الحد العاصفه على الاماكن المكشوفه والرمليه، لو الاماكن المغلقه زي القاهره من الداخل لا. وده اللي حصل فعلا، وما زال على فكره نشاط الرياح دلوقتي عالي جدا داخل حتى الاماكن يا دكتور يعني يا دكتور النهارده كميه الناس اللي كلموني الصبحيه احتفلوا بيا وحفلوا عليا وقالوا لي فين العاصفه ودور على العاصفه والعاصفه دي تلاقيها في بيتكم وبتاع وكلام بقى هم. مش عايز اقول لك انا سمعت ايه النهارده. ما يا فندم، ما هو ما سموش الكلام. انا قلته ايه بالظبط؟ هم خدوا كلمه عاصفه يبقى خلاص في كل المناطق. انا قلت المناطق المكشوفه والمناطق الصحراويه. ده ولا كمان ولا كمان يا دكتور كان في تراب، كان هو بس شويه هواء ودرجه الحراره انخفضت بس. لا كان في الاماكن الطرق الصحراويه وطرق الفاك اغلبها كان عليها عاصفه ترابيه واتقفلت الطرق دي. يعني على فكره في طرق اتقفلت النهارده؟ ايوه يا فندم، وفي مواني اتقفلت. طب قول انت، انا مش هقول حاجه بقى يا دكتور، قول انت للناس بكره على عهدتك وبلسانك عشان انا اتروقت النهارده بما فيه الكفايه. طيب بكره في نشاط للرياح مش مثير للمرأة تقريبا، نشاط للرياح شديد و وامطار. ماشي يا دكتور. ماشي عشان ما حدش يقول حاجه. ايوه مفيش اتربه ولا غبار. لا في نشاط الرياح وفي امطار. ايوه الامطار هتبقى غزيره على السواحل الشماليه على الوجه البحري، لكن خفيفه متوسطه على القاهره حتى شمال الصعيد. وبكره نهايه الموجه دي ولا مستمره للسبت؟ السبت هتنحصر على السواحل الشماليه. دي تبتدي الدنيا تتظبط وتهدى شويه ان شاء الله. ان شاء الله. طب انا بشكرك يا دكتور وهكلمك ان شاء الله الاسبوع الجاي بقى عشان تشاركني التحفيل اللي بيحصل عليا ان شاء الله. بس على فكره انا عايز اقول لحضرتك حاجه. اتفضل. هيئه الارصاد فيها مؤتمر كبير جدا هيتعمل، هيبدا من يوم السبت. على ارصاد افريقيا. تمام. من يوم 16 الى 23. ممتاز. اول يومين القيادات النسائيه في افريقيا في مجال الارصاد الجويه، ثم اجتماع مجلس وزراء الافارقه المعنيين بالارصاد الجويه. تمام. ثم اخر حاجه اجتماع رؤساء الارصاد في افريقيا. هي. طبعا المؤتمر ده عشان بيتابع تاثير التغيرات المناخيه على الدول الافريقيه وايضا تبادل المعلومات والبحوث. ممتاز، وان شاء الله كاميراتنا هتبقى موجوده مع حضراتكم تتابع النشاط المحترم ده. شرفني. شكرا جزيلا. تحياتنا دكتور احمد. شكرا جزيلا. طيب انتوا سمعتوا اهو الكلام مباشره بدون